والله الفريقين اقوياء يعني قريرش ولا أليقوس، بس اتوقع أليقوس قال لك فريقي خرجي درخستن شوي عمارات درخست قلت شوي ديجي درخست. اتوقع ان شاء الله قريرش ان شاء الله. قريرش بينرو تماشافان الفدانك سبور دمباش لهنغا ما يا غوندان اللي استقا فدانك يا غوندا برب داوي فتشي ماتشا داوي نبرا فريقي قريرش وألاقوس ديا امي بري خو بدن كولان قلكي لقي نرينن وبيشفنين قال لي خو الماتشا داوي ببينن وجي مرابن دوريا غوندي منو يا ملعبا فدانك از مباران وقوتي داوي نقبا على قوس وقري رشتا توقع من وقوتي على قوس ربحي بسركبي وطبعا امجي كغوندي كاني كركجي امجي تيدا باش دار بوبون بخيراتي سر شافال وسهلا سابي تجي بخيراتن كاري خو بدي ناس كرن فيصل فيصل تشكي جان غوندي اشكري بريما مالام كيلك يا تمام مباراة نهائي نقبا فريقي تيما قريرش وألاقوس يا بطولة قد منو رجاء إنيا ذكي توقعت كي بسر كبي يبخدي أدبجم هردو فريق جهاتنا لينو قهانا تالي هردو ما أنو فريقي دي حمو بوارا شكستن أدبجم قريرش بس أتخوازم على قوس بربح يعني تفهم كن أتخوازم على قوس بربح تتخوازي على قوس أتجمهور على قوس شكو جيرانيتنا ان شاء الله توفيق جهر دكارم ومباراة اهم شيء خوش به والجمهور استمتع به ابي على قوس لي على قوس ان شاء الله على قوس وهردو فريق يعني كي برفع هردو فريق يمنا يعني بس بقي فريق غير رش بقي لازم برفع غوري ازانم او خرطر لعبه خرطر بقي غير رش ربحي بمباش تماشافانين فدانك سبورت نامريا ابو ديار ايش جوندي سويدي ابو ديار بطوله غندي منو قها مباراه داوي مباراه نقبا فريقي قريرش وعلى قوس زي ذكي توقعات كيف سر كافي دي از بجبر على قوس سر كافي على قوس تقول السيده جمشيت بجوانا دعمها هي سر كافي فريقي على قوس اقعد نزان بيجي مباراه نصف نهائي قها فريقي وا اي غندي وا سويديه وبسركتن سويدي درخستن وناوي مباراة نهائي بقري رشرب إذن أبو ديار أنا إن شاء الله يسر كبير توقعت كيف فريقي على قوس بسر كبير قال لك سباس وأم سباسياتك سر كبير مع عزيزي خير وسلامات سر كبير طيب كابتن أبو شرفان مباراة نهائي نبرا فريقي قري رش وعلى قوس تكي توقعت كيف بسر كبير توقع من ام خيرات نوت كن اولي سر جاباناتن توقع من ازبجن بقريرش اي سر بكبي بدو بتنا بدو بصفر بدو بصفر اكيد فريق السويد يجي مشارك بو وبطوله قالك قوي قدما طب بطوله شاو ديت يا غوندا يا غوندا يعني ام بيك جلجي كيف خوشن جبر هر كيس يج غوندي خوي مهاراتي غونديا لاعبش گون درد کمن گلی خوش انتظاری ای فرقی سویدی جی پیشگی کیمایی و چی بی راستی جی کابتن جمشید تب خیراتی سپاس گلک سپاس تجیب خیراتی ساز بشار و وکالا ودن خیراتن سرچا و هاتن گلکی بخیر مبارا نهائی ون ضده فریقی که گلی که قوینا گری رش و چه حاضری مبارا نهائی را کریم بخود انشاءالله حاضری ما و که هر جارا لعبه محمو حاضر انشاءالله حرس ما حاضرة وإن شاء الله من مباركة خوش قدمين بس ناخدين كابتن جمهوري على طول وقت بيجن هيزا وقوتا والجمهور دي الجمهور حاضري ومباراة نهائية تشنا خاص مباراة نهائية وحاضر كرنا الجمهور ويش قند ورين تشتاكي له طبعا جمهور إن شاء الله اللي حاضر الجمهوري ما اللي حاضرة وجمهوري ما جدر في قندجي إن شاء الله هيا وحموه وعد دائما انه ورن وتشكي خوش بقدمين وطبعا بخيره في جمهوريه ام كان في مستواها اخو بدينا اسكرن فرهاد جمرجة مباراه نهائي نبره فريقي قريرش والاقوس تكي توقعت كي بطوله قندي منو تكي توقعت كي بسر كذي خد هردو فريق جي باشن لعبه وهنا لعب هردو فريق هذا جانا
بس على الاغلب على قوس. على قوس؟ على قوس قتالية وجمهورية بيراتي وجمهورية وقال قد حمسين ادوجم على قوس. از شادی ما از گوندی علاقوسی از جیم تابعه فریقم که فهم میشه فریقی علاقوسی رده از سرکفتن شهر دکار اول چیت خوازم و هم گلی که خوشن گوگانه وی مرحله او گوتی مرحله گباش بو گلک فریق بیشوای خورت هاون و او گوتی هم سرکفتن چیز شهر دکار ات خوازن و او گوتی علاقوسی هم حاضر انتبلو جمهوری خوا هم کامل که فهم میشه فریق رده هم کامل او گوتی هم به نقلی تکس نامینه جمهور کامل واردیسا وقوتي ساعتها وخش ورحمة الله بابي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ ماهر محمد. من أي جرية؟ من عرعور. فريق عرعور جريدة عرعور، أنتم شاركتوا ببطولة ضيعتنا قندي منو المقامة على أرضية ملعب فدنك. أنتم شلون شفتوا بطولة ضيعتنا قندي منو؟ والله بطولة حلوة وفرق قوية وتمنينا نصل للنهائي بس طلعنا والله المباراة ربح وخسارة. طلعنا من نصف النهائي قدام المرجي وبطولة حلوة نتمنى أنها تستمر البطولة يعني أكثر من بطولة مو بطولة واحدة بالسنة أكثر من 4-5 بطولات البطولة اليوم المباراة عفوا الجمعة المباراة النهائية بين فريقي قريرش وألاقوس منو تتوقع يحصل على لقب بطولة ضيعتنا والله الفريقين أقوياء يعني قريرش ولا ألاقوس بس أتوقع ألاقوس ألاقوس ليش حطيت انه التوقع لألاقوس؟ والله عندهم ارام قوي ارام مرعي ارام مرعي قوي جدا وهداف يعني من طراز عالي وقريرش كمان قوية عندهم الشاب رزقار قوي ديار الشباب قوية بس والله ألاقوس زاد قوية